السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي أينما كنتم. حلقة جديدة من مدارسة كتاب الله، ضبطا فهما تدبرا توجيها للمتشابهات، لمسات حتى أنه ضبط للكلمات، حتى أنه ضبط للحركات، حتى لا تلتبس علينا، ونحن نراجع ونحن نمتحن نختبر بإذن الله عز وجل. فخذوا ما يفيدكم واتركوا ما يربككم، الله تعالى يرضى عنكم. هذا الكتاب أنا جعلته موسوعة بإذن الله عز وجل حتى يستفاد منه الجميع. مباشرة إلى الأسئلة، طبعا بدأنا يعني هذا اليوم بصفحة 16. أضبط الكلمات: الشياطين، نون مضمومة، الشياطين، نون مفتوحة، الشياطين، نون مكسورة. وردت الشياطين، طبعا هذه يحدث فيها لبس لما الطالب يراجع ويخلي وحدة مكان الأخرى، يعني مكان الشياطين ويخلي يقول الشياطين أو بالكسر وهكذا. الشياطين وردت 4 مرات في القرآن الكريم بضم النون. بقرة، أنعام، موضع الأول، الشعراء 2. وتضبط بالجملة الإنشائية: الشياطين بالضم 4 يا قراء. أنت هذه للمعلومة، أنت تستفيد منها. مثلا كم مرة وردت الشياطين بالضم نون مضمومة؟ 4 مرات. خلاص، بقرة الأنعام لاثنين من الشعراء، يعني 2 في الشعراء، لاثنين من الشعراء. الآيات كما تلاحظون، أول آية في الصفحة 16: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وهذه لو تلاحظون هذه الآية راح تجي معانا بعد شوي، أنه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لاحظتم كيف؟ بأنه ممكن أنه أحدهم يجعل الوحدة مكان الأخرى. في الأنعام كما قلت الموضع الأول: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. الآية 71 من سورة الأنعام. آيتين الشعراء، الآية 210 221 بها التنزيل: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. والثانية: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. لو لاحظتم آيتي الشعراء أحبتي في الله أنه ختمت بها، ومن المعتمد أنه واحد لما يقرأ يسكن، وإذا سألت الطالب وقلت له حرك للنون ممكن أن يخطئ وما يعرف أنه هذه نون مضمومة، فننتبه ونجعل علامتها التنزيل: تنزلت به تنزلوا. لاحظتم كيف أحبتي؟ الشياطين. إذن عندي 4 مواضع الشياطين ما راح تلتبس عليكم. أما الشياطين بفتح النون فوردت 7 مرات في 5 سور: البقرة، الأنعام، الموضع الثاني، الأعراف 2، مريم 2، صاد. وأيضا خذوا هذه الجملة الجميلة: الشياطين بالفتح خذها 7، عرفت مريم، أنعام، صاد، والبقرة. نفس الآية اللي هي صفحة 16: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لاحظتم؟ طبعا راح تجينا أيضا سليمان، وأيضا التي يحدث فيها لبس عند البعض. الأنعام، الموضع الثاني: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين. إن وهذه الفتحات خليني أنا أقرأ الشياطين وليس الشياطين. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، إلى آخر الآية 121. الأعراف، الموضع الأول 27 والثاني 30: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. طبعا هذه مفرد: كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. لاحظتم كيف إن أيضا وردت هنا؟ فانتبهوا. فريقا هدى، هذه الآية 30 الأعراف: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين إنهم، لاحظتم، أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. في مريم الآيتين 68-83: فوربك لنحشرنهم والشياطين، انتبهوا هنا جاءت بالواو، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. وفي الثاني: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. وأصاد آخر موضع بدأت به،
وبالواو والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. ملاحظة، وردت بالواو مرتين، أول موضع مريم لنحشرنهم والشياطين، وبداية الآية والشياطين كل بناء وغواص في سورة صاد. الموضع الوسط ملاحظة هنا في سورة الأنعام، لأنه عندي أول وثاني، الأول بالضم، الثاني اللي هو يعني ممكن يصير الثالث راح يكون بالفتح، لكنه وردت بينهما من غير أل التعريف، ركز عليها، ولكنها إيش؟ بنون مفتوحة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، أوردتهم هنا حتى أنت تزداد تركيز بعد أكثر وتتنبه بعد عليها أكثر. أما مواضع الشياطين بكسر النون فوردت 4 مرات في السور: الإسراء، الأنبياء، المؤمنون، الصفات. ونضبطها بالجملة الإنشائية أيضا: أسرى الأنبياء والمؤمنون والصفات. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذه الآية 27، الإسراء، الأنبياء 82، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك إلى آخر الآية، المؤمنون 97، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. شوفوا من حتى نركز عليها، ني كسرة النون. وفي الصافات طلعها كأنه رؤوس الشياطين. لو لاحظتم لما حكيت لكم آني في الشعراء أنه ختمت بها، فهنا مكسورة رؤوس الشياطين. لما أقول لك حرك للنون فراح تكون مكسورة، لأنه البعض يحفظ، خاصة لما تختم الآية بكلمة فهو يسكن الآية، فما راح يعرف أنه ما هي حركة الحرف الأخير من هذه الكلمة. تنزلت تنزيل نو شياطين في الشعراء، هنا طلعها كأنه رؤوس الشياطين مكسورة، فانتبهوا أحبتي في الله. سؤال جديد: أين وردت كلمة سليمان سليمانة بضم وفتح النون؟ وردت كلمة سليمان بضم النون 3 مرات في السور: البقرة، النمل، موضعين، ركزوا لي عليها: سليمان، بقرة، اليوم اللي احنا الآن صفحة 16، و النمل، موضعين، وين؟ وما كفر سليمان وورث لا يحطمنكم، أنا خليت هذه رمز حتى أنتم تعرفوها، وورث في النمل، لا يحطمنكم في النمل. ونضبطها بالجملة الإنشائية: سليمان بالضم 3 يا حامل القرآن في النمل والعوان. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا في النمل وورث سليمان داود. الآية 16، الآية 18: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لاحظوا جنوده كلها ضم حتى أخليها آني عندي نون مضمومة، وهم لا يشعرون. وأينما وردت في باقي مواضع القرآن بفتح النون. لاحظتم الآن؟ ركزوا لي، هذه قاعدة الحصر، ركزوا لي على مواضع الضم وباقي المواضع، أينما وردت البقرة، النساء، الأنعام، ما في داعي أنه أحصرها، أحفظ المواضع التي فقط بالنون المضمومة، وما جاء في غيرها هي بالنون المفتوحة. إذن احفظوها: وما كفر وورث لا يحطمنكم. تمام أحبتي في الله، أقف عند هذا الحد، إن شاء الله ألتقيكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.